السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نقدم واحد الموضوع اللي مهم بزاف، وهو كيفاش نشريو ارانب ديالنا. حنا عاد بادين بغينا نشريو واحد، يعني كمبتدئ وبغيت نشري واحد الارنب، يعني بغيت نشري نبدا المشروع ديالي، اش غادي ندير؟ يعني بالنسبة للارانب التقلاب ديالهم، يعني كيفاش نشريهم من السوق، يعني واش نشري الاناث واش نشري الذكور، يعني اش غادي ندير؟ هاد القضيه هادي شحال من لي كومونتير سولوني عليها، وبغيت نشاركها معكم هاد النهار. اذا اول حاجه غتمشيو للسوق ان شاء الله، غادي تحاولوا انكم تشريو، ما تشريوش بزاف ديال الذكور. يعني كاين اللي غادي يمشي يشري مثلا جوج ذكور او ثلاثه ومعاه نتوات، لا، خاصكم تشريو غير ذكر واحد ومعاه النتوات، داكشي على حساب الاستطاعه ديالكم، واش ثلاثه ديال النتوات ولا جوج، المهم داكشي شغلكم. كاين قضيه ما تشريوش يعني الارانب هما كبارين، يعني راهم فايتين والدين، لا، شريوهم في العمر ديال 3 شهور. يعني هادشي خصكم تسولوا البائع، وهاد البائع سمو خصكم ديروا له واحد النوع من الاستجواب. يعني هي عباره عن اسئله، ولكن في الحقيقه راه استجواب بها باش كتعرفوا هاد الارانب كيفاش، يعني كيفاش ممكن انكم تتعاملوا معها. اذا اول حاجه ملي غادي تمشيو تسولوا البائع، سمو غادي تقولوا له نوع من الاسئله. كاين السؤال الاول، وهو يعني السؤال ديال البائع، واش كيدير الدواء، يعني واش راه مداويهم ولا ما مداويهمش. الا كان قال لكم مداويهم وتقتوا فيه، يعني من الاحسن انكم تاخذوا من عنده التواريخ ديال اي حاجه فوقاش الدوات، يعني فوقاش دار ليبرا ديال ليموراجي، فوقاش دار يعني جميع الادويه اللي عنده، تحاولوا تسولوه على التواريخ ديالها. كاين قضيه اخرى، يعني ممكن انكم تسولوه على الظروف اللي هو كيربي فيها الارانب، يعني واش كيربي عنده التربيه في الارضيه، كيربي غير في الارض ولا في الاقفاص. وممكن انكم عاوتاني تسولوه على السبب ديال البيع ديال الارانب، يعني علاش كيبيع، واش غير كيسمن وكيبيع، واش دايرهم للتربيه، واش، يعني تسولوه على هذه القضيه هذه، يعني هذه الاسئله راه مهمه. كاين عاوتاني قضيه ديال السلالات، خاصكم تشوفوا هذوك السلالات اللي عنده هو شناهي، يعني واش سلالات جيده، يعني واش هو منقي منهم شي سلالات اخرين. يعني هادو هما الاسئله اللي ممكن انكم تسولوا. منين تسولوه دابا غادي تجي الدور ديالكم، يعني منين تجيو تبغيو تشوفوا يعني اختيار ديال الارانب، خاصكم واخا هو عنده الارانب ديالو، خصكم تسولوه بعدا اولا واش هذيك الارانب ديالو ولا غير كيشري وكيبيع، يعني واش هو مربيهم ولا غير كيشري وكيبيع. اذا اول حاجه وهو غادي يجي الدور ديالكم نتوما، مثلا هو عنده بزاف ديال السلالات، منين تجيو نتوما تختاروا السلاله، ماشي تختاروا السلالات بحال نقولوا هو مدخل الشانشيلا، مدخل بابيون، نيوزيلاندي، المكحل، بزاف ديال السلالات مخلطهم، سمو نتوما غادي تاخذوا، حاولوا انكم الشانشيلا خذوها، الشانشيلا راه معروفه، او سولوه هو فين هي الشانشيلا وخذوها في الاناث. اما بالنسبه للذكور خذوا البابيون بحال هذا الشكل، هذا راه بابيون، هذا ملي تشوفوه ذكر انتم تشوفوا الزواقه ديالو، حاولوا انكم تجيبوا البابيون، يعني خذوا من عنده البابيون. هذا الشيء بالنسبه لاختيار ديال السلالات. دابا نشوفوا المساله ديال يعني نتوما كيفاش غادي تقلبوا، يعني انتوما سولتوا بعض الاسئله، دابا كيفاش غادي تقلبوا نتوما. اول حاجه وهي السيلان ديال الانف، ما خصوش يكون فيه السيلان ديال الانف. ثاني حاجه ما يكونش ودنيه طايحين، دابا نتوما التقلاب ديالكم نتوما عاود السيلان ديال الانف ما يكون سيلان، وما يكونش الاذنين ديالو طايحين، واخا غير اذن وحده تكون طايحه، لا، خصهم يكونوا ودنيه واقفين بجوج، لا بالنسبه للذكر لا بالنسبه للانثى، هذا الشيء اللي كنقول لكم. خصو يكون مكسي كامل بالشعر، ما يكونش فيه شي واحد الجهه ما مكسيش منها،
باكمله، يعني حاولوا انكم تقلبوه باكمله، النيف ديالو الرجلين اي حاجه يكون مكسي بالشعري، تشوفوا كاين فيه شي فراغات عرفوا بلي راه هذاك راه مريض، ما تديوش. كاين قضيه ديال خاصو يكون شديد الحيويه والنشاط، يكون كيتركل، يعني منين تهزوه المسكه ديالو، راني درتها في واحد الفيديو قبل، اني تهزوه من من من, من الظهر ديالو، من جيت العنقره ديالو تهزوه تلقاو كيلتخ، عرفوا هذاك راه شديد الحيويه، ولكن ما يكونش شرس، خصو يكون حيوي وبزاف كيتركل، ولا يكون ما يكونش كيعض وشرس، يعني خصو يكون ما هكا ما هكا. القضيه ديال العينيه خصهم يكونوا واضحين وكيبرقوا، يعني ما يكونوش دابلين، يكونوا صافيين وكيبرقوا لا لامعين. القضيه ديال الجسم ديالو قلبوه دوزوا على الجسم ديالو، ما يكونش فيه شي نوع من الحب، خصو يكون ما يكونش فيه شي نوع من الحبوب. كاين قضيه ديال الشعر ديالو ما يكونش واقف، خصو الشعر ديالو يكون ناعس، يكون ناعم، هانتوما كما كتشوفوا هنايا الشعر ناعم، هانتوما جميع لا 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 الارانب اللي عندي تبارك الله خاص يكون الشعر ناعم، ملي كيكون الارنب مريض كيكون بحال الشعر ديالو مشوك بحال طالع. كاين قضيه عاوتاني ما يكونش معظم، يعني ملي تقلبوه ما يكونش معظم ويكون هزيل، لا خصو يكون شويه وافي، ما يكونش باين فيه داك السلسول ديالو، يعني السلسول ديالو في الظهر ديالو يكون باين، يعني العظومه باينين، لا. كاين قضيه عاوتاني ما يكونش سمين بزاف، يعني ماشي بالنسبه لا 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 يعني اللاج ديالو العمر ديالو، الا كان صغير ما يكونش يعني مكركب بالشحمه، خصو يكون ما بينه وبين، انتم كما كتشوفوا هذه الانثى ها هي بحال اللي طويله وماشي عامره بزاف، يعني ماشي سمينه بزاف، بحال دابا هذه راه شي شويه سمينه، لا ما خصهاش تكون بحال هكا، تكون بحال هذا الشكل هكا، هذه واه. اذا خصها تكون في الحقيقه ما بين وبين. قضيه واحده اخرى، خصو ما يكونش منتفخ البطن، يعني ما يكونش عنده انتفاخ، لان الانتفاخ كاين عاوتاني اللي كيكون عندهم انتفاخ كيكونوا قرابين يموتوا، شنو كيدير المربي كيحيدهم عليه، صافي فيهم انتفاخ في البطن غادي يبداو يموتوا كيحيدهم عليه، ان البطن ديالو تكون مفشوشه، لان هو باقي عاد صغير ماشي حمل، هذاك غادي يكون انتفاخ ديال البطن، انتفاخ ديال البطن كونوا متاكدين غادي غير ديوه الارانب غادي يبقاو يموتوا لكم، اذا حداو من البطن ديالو ما يكونش منتفخ. قضية واحدة أخرى ما يكونش فيه الإسهال، يعني ملي تشوفوا أنتم الجهاز التناسلي ديالو ما يكونش فيه واحد الكحولة، إذا كان فيه كحولة راه هذاك راه إسهال، يعني الوسخ ديالو ماشي كينزل كريكبات، لا كاين كحولة، يعني راه كاين إسهال لا قدر الله غادي يديه غادي 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 يموت. كاين قضية ديال الذكر خصو يكون قوي، البنية ديالو تكون قوية ويكون دابا نبقاو نفرزو ما بين الذكر والانثى، الذكر يكون قوي ويكون واقف، يعني الانثى كتكون مجموعه واحد شويه، لكن الذكر كيكون بحال اللي كيبغي يبين الفحوله ديالو بالنسبه للذكر. منين تبغيو تقلبوا الذكر خصو يكون الخصيه ديالو قد قد، ما يكونش خصيه كبيره، وخص خصيه كبيره مهمه ومهمه بزاف. ثاني حاجه ما يكونش فرك، يعني منين يوقف ما يكونش رجليه مفالتين، خصهم يكونوا متوازيين مع الارجل الاماميه، حنا كنقولوا فرك، ما يكونش فرك. كاين قضيه عاوتاني ديال الانثى، دابا هادشي بالنسبه للذكر، اما الانثى حاولوا انكم تهزوها وتحسبوا لها عدد الحلمات، خاصها تكون فيها اكثر من 8، ما تكونش قل من 8، الا كانت 6 ولا 4 عرفوا ان هذيك الانثى واخا تولد ما الصغار ديالها ما غاتهتمش بهم، لان غادي يكون مشكل ديال التفاوت ديال ما بين عدد الصغار والحلمات، ما غاديش تقدر انها ترضع الصغار ديالها. اذا حاولوا الى ما فهمتوش شي حاجه من هذا الفيديو عاودوه وعاودوه، راه مهم، معلومات مهمه، وخصوصا الاستجواب الاول اللي غتقدروا ديروه لهذاك البائع، حاولوا انكم تعطيوه بعض الاسئله اللي ذكيه، يعني هو إذا كان بصح مزيان راه غادي توقعوه في واحد الحيره، غادي يقول هاد الناس هادو الاسئله اللي كيسولوهم راهم اذكياء، يعني غادي حتى الثمن غادي يكون رخيص، لان غادي يقول انتم راكم كتعاملتوا معاه كمحترفين ماشي مبتدئين، مبتدئ راه غادي يغشك
غادي يغشك غادي يشوفك عاد بالي غادي يغشك 100%. اذا فيديو كنظن انني تكلمت على جميع النقط اللي ممكن انكم تشريو بها الانانيب ديالكم. الى عجبكم الفيديو حاولوا تشاركوا معنا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا. تكيو على زر جيم باش يوصلكم الجديد ديالي، عفوا باش تساندوني، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.